الخبر اول اللي عدنا حبايب عن الدليل القاطع انه نورمار هو اللي سرق حساب نيرمين مار. بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفوا شو القصه اللي صارت، بالمختصر نيرمين طلعت من فريق نورمار وسوت حساب انستغرام جديد ونزلت ستوريات ويا قمر الطائي. قمر تقول انه فجروا حساب نيرمين الجديد، في الاغلب صار يتهجم على نورمار بسبب انه حسابها القديم انحذف، صار يتهموا انه هو اللي حذف الحساب مثل ما سوى ويار بالسابق. فنزل شويه ستوريات نورمار رد على الموضوع انه حيفتح لايف يكشف كل شيء، ولكن دليل يا حبايب انه هو فعليا ماخذ حساب نيرمين. فقبل بيوم يا احد يا حبايب من تسكير الحساب هذه اللقطة من حساب نيرمين انه الحساب موجود بالامارات، فاكيد نورمار هو كان اللي ماخذه لانه هو الوحيد اللي بالامارات هناك يا حبايب. طبعا نورمار يا حبايب طلع ببث مباشر، وبهذا البث المباشر وضح بليش هو سافر من تركيا، انه يقول انه هو عم يتخلص من الاشخاص اللي اذوه، يمكن قصد قمر الطاي وباريش دادا، انه هذو كلهم ماضي، وانه كل حتى فريق السابق كل واحد راح بحال سبيله، وكل واحد صار يصور ويطلب من المتابعين انه ما حد يذكره بالماضي ولا الفريق السابق، وصار يدعيلهم بالعكس انه الله يوفقهم ويسبقوه ان شاء الله. وبنفس الوقت يا حبايب صار يقول انه هو مدخل بكل هذه المشاكل، وهم ما يحاولوا يلمحون عليه ويحكون عليه بالستوريات يمكن قصده قمر الطاي، ولكن هو ما قاعد يرد عليها. طبعا الصراحه هو هم قاعد يلمح على قمر الطاي هواي ببرنامج اثنين بالخلاط باخر فتره. هاي راح تكون البث يا حبايب، شوفوه اكتبوا لنا بالكومنتات هل انتم ويا نيرمين وقمر الطاي ام ويا نورمار. تعال نبلش بالقصه من الاول، اوكي؟ انا جيت على دبي ليش؟ وتركت تركيا مع اني فيها اهلي وفيها ناسي وخلقي وعالمي، ليش جيت على دبي وتركت تركيا؟ لانه اللي عشته بتركيا مو سهل يا جماعه، واللي شفته بتركيا والاشخاص والناس والمعامله والقصص مو سهله، فانا قلت خلص بدي ابلش حياه جديده ببدايه جديده. فجيت على دبي انه الهدف انه استقر وبنفس الوقت اكمل شغلي وانجح اكثر، ليش لا؟ بس الفكره وين؟ الفكره انه انتم ما كنتوا عارفين انه انا من زمان اصلا من عندما طلعت على دبي انه خلص فرطنا الفريق، الفريق اللي كنت اصور معه، انه غلطنا رفع بس خلص فرطنا الفريق. كل واحد راح بحاسب يوم مثل ما شايفين انور راح يصور هيك وهذا هيك قلتنا رفقات قريبا فايه كل واحد راح بحاسب يلو. بس انا نسيت اقول لكم انه الفريق توزع خلص تفرفط، فانتوا لهاتنا الان اي شيء بصير بالفريق انا السبب، لا انا ما خص امي، امي بيركي لوحده وانا هون ما خص امي، يعني عرفتوا شلون؟ فاي شيء بصير بالفريق القديم فانا مالي مصلحه، كل واحد لحال، الله يوفق الجميع وبالتوفيق لكل. بس بدي احكي لكم كم شغله بسيطه. ما شاء الله نحن 12000 واحد على البث، مهم. والله انا ما بعرف ايش طلعان، بس انه احكي كم كلمه وانا كنت عم بضبط هون وما بعرف من وين ابلش. طيب مثل ما حكينا انه خلص الفريق القديم انا مالي علاقه فيه ابدا، وانا طلعت على دبي لحتى انه انسى الماضي واصير ابلش بدايه جديده، لانه شفته بتركيا شيء مو قليل ابدا يا جماعه، في اشياء كثير، بالعكس انا فرحان انه شفت هذا الشيء لانه علمني دروس وقفنا على اجري اول من الاول. انا هلا اي خطوه بخطيها بعرف شو راح يصير بالمستقبل فيها. حلو قافيه. مهم، فبدي اوصلكم اياه انه بتمنى انا اصلا كنت مالي شايف كل هالقصص ومالي معبر كل هالقصص واصلا كله مريح راسي وهي عم بجهز بيتي وعايش احلى عيشه وعم بحاول اطالع اهلي والف قصه، يعني مرتب كل الامور واموري في اللوز. هاي ميمي هاي الحمد لله الله عرفنا على ناس حلوين كويسين، فانه انا اموري تمام باللوز، بس طالما انتوا عم تجوا بتعملوا لي تاجات وهيك وبتذكروني بالماضي فاكيد بدي اطلع لحتى انهي، فبتمنى انه ما حدا ابدا 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 يذكرني بالماضي، لانه هي النقطه وين عدت، واصلا انا كنت فرحان انه عدت لانه هدول الدروس اخذتهم وصرت اقوى بكثير من اولي. فلا تهتم على راسي حبي انور، والله انت انك اصيل، في ناس اولاد اصول في ناس لا. مهم، فالله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، وان شاء الله كل اللي ما بحبوني حتى تخيلوا، عشان انا بحب الخير للجميع، ان شاء الله كل اللي ما بحبوني يسبقوني ويجيبوا اعلى مني، تمام؟ ويتوفقوا. واي شيء بصير يا جماعه بالناس القديمه اللي انا بعرفها انا مالي مصلحه فيها يعملوا بدهم، يا الله يوفقهم بطريقهم ومسيرتهم، نحن كل الدعم لهم. وبشكل عام انا كل اللي بهمني راحت بالي والحمد لله انا على ديني وماشي على الصراط المستقيم، وبنفس الوقت شغلي تمام وعم بساوي الشيء اللي بحبه وشغفي بالشيء اللي عم بحبه انه عم بساويه، واهلي اهم شيء انه بخير وابوي وامي راضيين علي، والباقي ينحرق، الباقي كله ينحرق، ما بهمني ولا 1%، ملوكه ينحرق، تعال شوف وجه ملوكه وهو محروق. انا قسما بالله ما كنت بدي اطلع ولا شيء، اللي خسره هو بكون خسر، اللي بعنا خسر دنعنا بس قسما بالله يا جماعه انا من عما بلشت المشاكل من زمان لحتى الان ما عبرت ولا طلعت بستوري، وكلهم هنا يطلعوا ويلمحوا وكذا وهيك،
وانا ولا 1% ما لمحت ولا اصلا انه انا اصلا ماني شايف ولا معبر. خلص هو بطريقه الله يوفقه ويحميه وينجحه ويسبق لي ان شاء الله تمام. شوف شد بحب له الخير. فانه خلص انه انت بطريق وانا بطريق مالي بعبر، بس انه فانزاتي هن اللي عبروا اشياء الماضي مني، فلا انا فانزاتي بهموني كتير وبهموني بهمني رايهم جدا. فبتمنى من كل فانزات اللي عم شوفوني، من كل المتابعين اللي عم شوفوني اللي بحبوني، لحد يذكرني الماضي. انا جيت على دبي، سكنت في دبي لحتى ابلش في المستقبل، انا روح قلبي المستقبل. وانا ما بحب الدراما، لهيك انا طلعت بدل بس لحتى انهي كل شيء دراما. وهو اذا بطلع بحكي بهالقصص، فيا ريت يا ريت. خلص كل واحد بطريقه الله يوفقه، واللي بده يضل معي يضل معي من عيني هي قبل هي، واللي ما بده يضل معي الله يوفقه. بس بشكل عام انا ما بدي ماضي، انا الماضي تعلمت منه وكنت فخور فيه. انا الصراحه الماضي جدا فخور فيه، انا تعلمت فيه وعرفت الاشخاص من نظره الله حاليا. فيا الدراما اللي عم تصير حاليا انا مالي منها ولا لي فيها، فخلاص خليها بطريق ونحن بطريقنا. انا قلت لكم غيرت بلد كامله وتركت اهلي تخيلوا، بس لحتى ابلش من الصفر وارجع ببدايه جديده. فاللي طلع طلع واللي تم تم. اصلا نحن من اول ما جيت على دبي انا خلاص انفرطت الفريق، اذا كان ميامين نيرمين انور، حتى انور انا عم صور الحال نيرمين الحال ميامين ما بعرف عم تصور او لا. فخلاص انفرطت الفريق، انا اتكمل لوحدي هنا يكمل لوحدهم، وانا الحمد لله ابن اصل ما خليت علي ولا 1%. تمام طلعت من تركيا بحسابي الانستغرام، بقناه الانستغرام، بقناه اليوتيوب وبحسابي السناب شات، وطلعت لوحدي. فخلاص فكوا امي من قصصكم، على انت اخذ وانت عامل، فكوا امي من قصصكم يا جماعه. ترى انا ماني متحملكم اصلا، انا ماني مالي شايف ايش بتعملوا. انا لو مو متابعيني يعملوا لي تاجات ما بعرف ايش عم يصير معكم اصلا. بس بشكل عام الله يوفقكم وينجحكم، وان شاء الله ما تشوفوا شر، ما تشوفوا شر ولا تشوفوا 1%. لحظة شوي، اجتني رسالة من واحد غريب. لحظة خلاص تمام هيك. انا بلشت حياة جديدة، بتمنى من كل فانزاتي اللي بحبوني ينسوا الماضي ولا يذكروني فيه. اي شيء بصير بالماضي ما لي خص فيه، يعني الاشخاص اللي بالماضي لحتى الان عم بيستمروا وكملوا، فانا ما مو ذنبي انا. كل ما يستمروا يكملوا يجي ناس يقولوا لي شوف السوا وايش سوا، شو حكى عنك وشو حكيت عنك وشو سوا. ترى ما خصني وما بهمني ولا بعبر اصلا. من اول مشاكل لحتى الان ما طلعت ستوري انا حكيت على اي حدا، فندم خلص هذا بس. ما ذكرت فيه اي اسماء، ما حكيت على اي حدا، ما بدي احكي على اي حدا، مو لانه خوف او شيء، بس لانه انا ماني معبر وانا اكبر من هيك. فبشكل عام انا الشغلات القديمه اللي اجت كلها كانت دروس وانا مفتخر فيها، واذا رجعت لورا بتمنى انه ينعاد نفس الزمن لحتى اتعلم هالدروس، لانه انا صرت كتير وحش من ورا القصص. شو بك انت؟